السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أنقل لكم تحياتي واحترامي وتقديري لكل من سأل عنا، لكل من تعاطف، لكل من تضامن بشتى الطرق، وهذه كلها مشاعر وصلتني. بالعكس، هي وسام شرف، وأيضا هي من أهم الأشياء التي تساعدني وتقويني على المواصلة، مواصلة هذا الطريق. صحيح أن الألم كبير جدا والوجع أكبر والثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي، وجاء بعد أن خسرت زوجتي وشقيق محمود هشام وآدم وأقاربي زميلي سامر. لكن بالتأكيد هذا الثمن وهذا الوجع لن يثنينا عن مواصلة الطريق. أكيد هذا أمر صعب وليس سهل، ولكن كما قلنا لن نتردد ولو للحظة واحدة، ولن نتوقف للحظة واحدة طالما أننا على قيد الحياة، وطالما أننا قادرون على أداء هذا الواجب فنحن سنقوم بذلك دون تردد. فهي رسالة إنسانية نبيلة مقدسة كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، ولذلك نحن ماضون، وأيضا لأن من استشهدوا وسفحت دماءهم ابتداء من حمزة وأمه وأخيه وشام ضحوا بكثير بأعز ما يملكون حتى أستمر أنا على هذا الطريق، وبالتالي كان لزاما علي أن أكون وفيا بالحد الأدنى وأستمر.